الظابط احمد، انت جبتني هنا ليه؟ كاميرات قدرت تتعرف على هوية المجرم، عشان كده قدرنا نعرف شكله. طب انا حضرة الشرطة اعمل ايه دلوقتي؟ انا بيتي ولعوني، ماليش ذنب. طيب ساعدوني بأي حاجة، انا معيش اي فلوس. بقولك ايه يا حاج، انت وجعت دماغي. احنا مالنا؟ احنا الشرطة ايه علاقتها بان بيتك يولع؟ بص بقولك ايه، انا ماليش دعوة، سيبني بقى اكمل شغلي. يلا بعد اذنك بقى، شوف انت رايح فين. حرام عليك يا ابني، حرام عليك يا حاج. حرام عليا ايه؟ انا مالي؟ انت بيتك يولع، احنا مالناش دعوة بالموضوع ده. انا معيش اي فلوس خالص، اعمل ايه؟ طيب امشي بره حاجة بدل ما احطك في السجن. حرام، انا معيش اي فلوس خالص، انا مش عارف اعمل ايه. بره يا حاج. اعمل ايه طيب؟ ده ايه هو ده؟ واحد بيت ولا احنا مالنا؟ احنا ندفع له فلوس ليه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده ايه ده؟ ايه يا حاج، ايه اللي بيحصل معاك؟ اعمل انا ايه دلوقتي؟ البيت بتاعي ولع ومعنديش مكان اروحه، اعمل ايه؟ البيت بتاعك ولع؟ يا حرام. انا ممكن اساعدك يا حاج. انا دلوقتي ما عنديش مكان اروحه، المشكلة انا مش عارف اعمل ايه. يا حرام، انا لازم اساعدك يا حاج. انا معايا فلوس كتير، استنى امسك. شكرا يا ابني، انا مش عارف اقول لك بصراحة، انت ساعدتني، شكرا ليك. ولا يهمك يا حاج، عادي. لو احتجت اي مساعدة انا موجود دايما، ممكن اديك النمرة بتاعتي، انا معايا فلوس كتير. ايه ده؟ من الواد اللي وقف مع الراجل الكبير بره؟ ايه ده؟ ده هيديله فلوس ولا ايه؟ ده شكله غني. اوه، ده اداله فلوس، ده طلع غني فعلا. النمرة بتاعتي معاك، لو احتجت اي حاجة مني يا حاج كلمني على طول. يا حلاوة، جه واحد غني وادى للراجل الكبير فلوس وانا قاعد هنا جوه. انا لازم اشوف الواد ده مين. وانا مش هتأخر منك، يلا. عاوز حاجة؟ شكرا يا ابني، مع السلامة. اهو يا حاج، اديك خدت فلوس. ايوه اداني فلوس الولد اللي كان معايا من شويه، كتر خيره. طيب يا حاج بقى، انا لازم اسيبك وامشي. يلا سلام. سلام يا حضرة الضابط. ايوه كده، انا عرفت مكان البيت دلوقتي. بقى انا لازم امشي كده، عرفت مكان الواد الغني ده. سلم نفسك وهات الفلوس اللي معاك دلوقتي بسرعه. ايه ده؟ انت مين؟ اخلص، هات الفلوس اللي معاك بسرعه، والا هتخليني اعمل حاجه انت مش حاببها. بسرعه هات الفلوس. خلاص ماشي، هجيب لك الفلوس اهو. المحل اساسا ما فيهوش فلوس كتير. بقول لك ايه، خد ايس كريمه وروح. انت هتهزر معايا؟ ايس كريم ايه؟ هات الفلوس والا هتخليني اعمل حاجه انت مش حبيبها. هات الفلوس دلوقتي. خلاص خلاص، خد ايه، خد. غبي. المعلم طرزان. خير يا حضره الضابط جمعه، يا رب تكون جايب اخبار حلوه. طمني، ايه اللي حصل في التحقيق؟ جايب لك خبر يا معلم طرزان. خبر ايه؟ هيعجبك. خير الخبر اللي انت جايبهولي؟ ها، الشرطه اشتبهت في حد تاني غيري ولا ايه؟ في التحقيق قولي. تحقيق ايه بس يا معلم طرزان؟ سيبك انت من التحقيق خالص، انا فبرك الموضوع، مش هخليهم يعرفوا عنك حاجه. بقولك انا عرفت واحد غني في المدينه، ايه، معاه فلوس كتير كتير. لقيت واحد غني في المدينه؟ ايه اللي انت بتقوله ده ظابط جمعه؟ عرفت منين؟ اسمع بس يا معلم طرزان، زي ما انا بقولك كده، الواد ده معاه فلوس كتير ومعاه عربية. ايه؟ عربية لامبرجيني. بقولك احنا عايزين نستغله. اخيرا سمعت خبر حلو. المدينة دي اصلا ما فيهاش حد غني، يا دوبك ده انا لسه سارق محل ايس كريم، ما ادانيش اي فلوس. بص الفلوس، شوية فلوس قليلة ومفيش فلوس تاني في المدينة، خلاص الواحد مال. ايه ده، انت سرقت محل تاني؟ مش انا قلت لك يا معلم طرزان ما تسرقش؟ الشرطة شكة فيك وممكن يمسكوك في اي وقت دلوقتي ويعرفوا شكلك. انت بتسرق بماسك؟ بس ممكن يعرفوك. خلاص سيبك بقى، اصلا دي فلوس قليلة. المهم
صاحبنا الغني اللي انت بتقول عليه ده هنستغله ازاي؟ انا هقول لك على كل حاجه. ايوان هو ده، هو ده صاحبنا الغني. خلينا نروح له. ارفع ايدك، اقف مكانك. ايه ده؟ إيه انت مين؟ انا هيكون مين يعني؟ رجل اعمال حرامي قدامك. فلوس، هات فلوس يا ام. بص مش هيحصل لك. طيب خلاص، استنى هديك فلوس. حاضر، ما تعمليش حاجة ارجوك، ما تعمليش حاجة. لو مش عايز تعمل لك حاجة تعال هنا على الحيطة وارفع ايدك بسرعة. حاضر ارجوك ما تعمليش حاجة. حاضر بسرعة، يلا بسرعة على الحيطة هنا وارفع ايدك. حاضر. قولي بقى، انت غني ولا ايه؟ اخيرا المدينه دي بقى فيها واحد غني عشان اسرقه. انا اكبر حرامي في المدينه اخيرا. ارجوك ما تعمليش حاجه، الفلوس اللي انت عايزها اديها لك. بص قدامك. حاضر. دوري دلوقتي. امسك. ايه ده؟ انت نقصت حياتي، مش عارف اقول لك ايه. شكرا حضره الضابط. بتشكرني على ايه؟ دي مهنتي وانا في الخدمه دايما. انت جديد في المدينه شكلك. ايوه حضره الضابط، انا لسه جاي المدينه جديد. طيب محسوبك حضره الضابط جمعه، انا المسؤول عن الدوريات في المدينه. ماشي حضره الضابط، انا مش عارف اشكرك ازاي. انت نقصت حياتي النهارده، انا ما اعرفش المجرم ده كان هيعمل فيا ايه بصراحه، شكله مجرم خطير. فعلا المجرم ده هو من اخطر المجرمين في المدينه. ايوه ما هو قال لي كده فعلا. حضرتك هتاخده على الاسم؟ ايوه انا هاخده دلوقتي طبعا، اوديه الاسم عشان ينال عقابه ويتسجن. لو احتاجت اي حاجه هتلاقيني موجود دايما معاك. شكرا حضره الضابط، انا مش عارف اقول لك ايه. يلا دلوقتي عن اذنك. معلم طرزان. يلا يا جمعه، احنا نفضل قاعدين هنا ولا ايه؟ خلينا نمشي قبل ما اي حد يشوفنا. ماشي حاضر يلا بينا. جمعه الواد باين عليه غني قوي، انا شايف ان احنا لو كنا سرقناه كان هيبقى احسن. لا يا معلم طرزان، احنا لازم نستغله، نكسب ثقته بحيث ان احنا ناخد كل فلوسه واحده، فهمتني يا معلم؟ انا ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير سرقه يا جمعه، انت عارف. معلش يا معلم، ما تطلعش النهارده وما تسرقش. مش عارف بصراحه، انا شكلي هطلع يا جمعه. يا معلم ارجوك ما تطلعش. بس انا زي ما انت بتقول الشرطه مقربه تعرف شخصيتي وعارفين ان انا سارق كل المحلات، فانا خايف بصراحه لو عرفوا الشخصيه بتاعتي هكون انا في خطر ساعتها، فعشان كده احنا لازم نسرق الواد ده في اسرع وقت وناخد منه اكبر كميه فلوس ونهرب بره المدينه. نهرب بره المدينه؟ ايه يا معلم طرزان، لا انا ما ينفعش اهرب بره المدينه، انا ظابط هنا في المدينه وما ينفعش ان انا اهرب يا معلم، هيعرفوا كل حاجه كده. انت خايف على مصلحتك، خايف للشرطه تعرف ان انت حرامي. لا يا معلم مش كده، ما ينفعش ان انا اهرب اصلا واسيب المدينه، هيعرفوا كل حاجه عننا. لا يا حبيبي، انا الشرطه لو عرفت هويتي انا وقتها لازم اسيب المدينه واهرب بره البلد، ووقتها يا جمعه لازم تعمل انت كمان كده. ماشي يا معلم، انا لازم امشي بقى عشان اروح القسم اشوف الشغل. ماشي يا جمعه. المعلم طرزان الغبي ده شكله هيودينا في داهيه، عايز يسرق الواد الغني مع ان انا اللي قايله عليه، وعايز يسرقه ويهرب بره المدينه عشان عارف نفسه ان الشرطه هتعرف هويته. انا مش لازم اعمل كده، الشرطه هتعرف كل حاجه عني، مش لازم اعمل كده. حضره الضابط جمعه. خير يا حضره الضابط احمد، في حاجه حصلت ولا ايه؟ قدرنا النهارده نعرف خبر مهم جدا. حضره الضابط احمد، قدرتوا تعرفوا ايه هو الخبر؟ حضره اللواء كلفني ان انا ابلغك عشان انت مسؤول عن الدوريات بتاعه المدينه. طب ايه هو الخبر يا حضره الضابط احمد؟ طيب الخبر اللي هو قدرنا نكشف هويه المجرم اللي بيعدد المدينه كلها وبيسرق كل المحلات. ايه ده؟ عشان كده حضره اللواء كلفني ان انا اقول لك، لان انت الضابط المسؤول عن الدوريات في المدينه وانت اكتر واحد عارف المدينه والمواطنين. طيب وريني هوية المجرم اللي انتوا عرفتوه حضرة الضابط احمد. حاضر. ايه ده؟ ايه في حاجة يا حضرة الضابط جمعة؟ لا حضرة الضابط احمد، انا بشوف يمكن اكون عارفه. طب انتوا عرفتوا منين ان هو ده المجرم يا حضرة الضابط؟ تعالى معايا. حضرة الضابط احمد، انت جبتني هنا ليه؟ كاميرات قدرت تتعرف على هوية المجرم عشان كده قدرنا نعرف شكله.
معلم طرزان. ايه ظابط جمعة، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني دلوقتي ان انا عارف الفلوس اللي معاك دي انت جايبها منين. الفلوس دي؟ ايوه الفلوس دي يا معلم. وانا جايبها منين بقى ظابط جمعة؟ الفلوس دي اللي انت سرقتها من السوبر ماركت. ايه ده؟ انت عرفت منين ان انا سرقت السوبر ماركت يا جمعة وجبت منه الفلوس؟ انا عرفت منين يا معلم طرزان؟ انت لو بتسمع الكلام، انا قلت لك ما تسرقش امبارح، قلت لي مش هسرق. ليه ما سمعتش الكلام يا معلم طرزان؟ ظابط جمعة ما تزعقليش، انا قلت لك لازم ما يعديش عليا يوم غير لما اسرق فيه، قلت لك نسرق الواد غراني، انت اللي ما رضيتش، عشان كده طلعت سرقت السوبر ماركت. برافو عليك، دلوقتي المدينه كلها عرفت شكلك وانت مطلوب القبض عليك. ايه خد شوف بنفسك صورتك اهي، شوفها بنفسك. دلوقتي الشرطه عرفت شكلي، عادي الواد الغني موجود، هروح اسرقه وهرب بره البلد والشرطه مش هتعرف تمسكني وقتها، وانت كمان يا ظابط جمعه لازم تعمل كده وتهرب بره البلد معايا، مفهوم؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم طرزان؟ ما ينفعش ما ينفعش نسرق الواد الغني، قلت لك احنا لازم نستغله، ما ينفعش ان احنا نسرقه. انا زي ما بقول لك الشرطه عرفت شكلي دلوقتي، يعني انا دلوقتي مهدد ان انا اتمسك واتحط في السجن، وانا مش عايز اتسجن تاني، وانا لازم اسرق الواد الغني ده واهرب، عشان انا ما ينفعش اهرب برا البلد غير لما يكون معايا فلوس، والفرصه قدامي، الواد غني جدا ومعاه فلوس كتير، لازم اسرقه. يا معلم طرزان مش هينفع. بص يا ظابط جمعه، انت خايف على مكانك هنا في المدينه، لكن انا دلوقتي ما قدميش حل تاني غير ان انا اهرب. النهارده الساعة 2 انا هروح اسرق البيت بتاع الواد الغني، وانت لو ما جيتش فرصتك في الفلوس دي انا اللي اخدها لوحدي وهرب برا البلد، ولو جيت هنقسم الفلوس وناخدها انا وانت. ماشي ماشي يا معلم طرزان هاجي. حضرة الضابط احمد، انا جاي اقولك على حاجات مهمة جدا. ايوه حضرة الضابط جمعة، انا اقولك على كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل، ولازم تبلغ حضرة اللواء بسرعة، لان في عملية خطيرة هتحصل دلوقتي من المجرم الخطير اللي انتوا بتدوروا عليه. ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ يعني انت كنت عارف المجرم من البداية؟ ايوه حضرة الضابط احمد، والنهاردة هيتم عملية السرقة ولازم نمسك المجرم متلبس، وانت لازم تبلغ حضرة اللواء بسرعة ان هو يسامحني وانا هصلح غلطتي، ولازم اجي اقبض على المجرم معاكم. حضرة الضابط جمعة، لو عايز اللواء يسامحك بجد لازم نقبض على المجرم ده دلوقتي ونجيبه لحدنا عشان ياخد عقابه ويتسجن. حضرة الضابط احمد انت بتتكلم صح، انا لازم اعمل كده ونمسكه. قولي انت عارف ايه بسرعة عشان نقدر نمسكه. انا هقولك، النهاردة الساعة 2 هيسرق اغنى ولد في المدينة، وبعد كده عايز يهرب برا البلد، احنا لازم نمسكه بسرعة. ماشي ما قدمناش وقت، يلا بينا. ايه ده الساعة جت 2 ولسه الضابط جمعة ما جاش، انا لازم اروح انا بقى دلوقتي واسرق الواد الغني واهرب برا البلد. انا عايزين يمسكوني يا قال. الضابط احمد المعلم طرزان جه، لازم نمسكه متلبس بسرعة. يلا يلا بينا. سلم نفسك يا مجرم، اخيرا عرفناك وقدرنا نمسكك، فاكر نفسك هتهرب برا البلد؟ ايه ده حضرة الضابط، انتوا عرفتوا منين ان الضابط جمعة هو اللي اعترف عليا؟ اكيد. بص يا حضرة الضابط، انا بص هديك نص الفلوس دي وانا اخد نص الفلوس وتسيبني امشي ولا كأنك تعرف عني حاجة. ماشي اخرس يا مجرم، انت فاكر انت هتشتريني بالفلوس؟ انت مكانك السجن يا مجرم. ايه ده الضابط احمد مسك المجرم طرزان؟ انت بتحلم ان انت تمسكني، مش المعلم طرزان اللي يتمسك كده، انا المعلم طرزان اخطر مجرم. يا عم بطل رغي بقى، بلا طرزان بلا بتنجان. ودلوقتي يا ظابط جمعه اللي هو هيفرح جدا ان احنا قبضنا على المجرم، يلا نوديه بسرعه السجن. يلا بينا حضرة الظابط احمد. دام يا مجرم. ماشي انت هتندم يا حضرة الظابط، وانت يا حضرة الظابط جمعة هتندم. اخرس يا مجرم. وقعت يا معلم، انت كان اسمك ايه؟ اسمي المعلم طرزان. من النهاردة بقى اسمك المعلم جربان، وابعد بقى على الكرسي التاني بقى عشان ريحتك وحشة. انا المعلم طرزان. انت عارف يا معلم طرزان احنا واخدينك فين؟ ايوه على السجن. لا على الغابة. موسيقى.